الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، أرحب بك دكتور رهفان. يعني قد يكون السؤال في هذه الساعة، ما هو المتوقع من خطاب جانيت يلين التي ستدلي به يوم الجمعة المقبل؟ وهناك يعني تخبط في الأسواق، هل ستتجه إلى سياسة التشييد أم التيسير في خطابها المنتظر؟ نعم، يبدو بأنه دكتور رهفان سيتر أمانة، هل تسمعنا؟ إذن أعود لأطرح السؤال مرة أخرى. نحن ننتظر خطاب جانيت يلين يوم الجمعة المقبل، هناك يعني تخبط في الأسواق، هل ستتجه إلى سياسة التشديد أم التيسير في خطابها المنتظر يوم الجمعة المقبل؟ فرصة ب 50% في كلا الاتجاهين، هذا من أكثر الخطابات ترقبا. إذا لم تعطي تلميحا إلى رفع الفائدة في سبتمبر أيلول في اجتماع جاكسون هول، فهذا الأمر لن يحصل إلا في العام المقبل، أي بعد الانتخابات، والجميع ينتظرون ذلك. التضخم تحت السيطرة، هم يفضلون الحصول على 2% كمعدل تضخم. إعانات البطالة تراجعت، لكن هل الاقتصاد الأمريكي ولوحده وبانعزال عن العالم وكل ما يحصل من معدلات فائدة سالبة في الاتحاد الأوروبي واليابان، هل يستطيعون أن يمضوا قدما لوحدهم؟ هي يجب أن تعطينا تلميحات بعد غد حول رفع الفائدة وعلى أي قاعدة، وهل يستطيعون صدامة الاقتصاد؟ هذا هو السؤال الذي تنتظر الأسواق الإجابة عنه من يلين. نعم، لكن الآن يمكن الأنظار أيضا تتجه لحركة الدولار سيد سيترمان، يعني بعد ما تلقى دعم مع بداية هذا الأسبوع من تصريحات ستانلي فيشر بأن البنك أو الاحتياطي الفيدرالي يقترب من تحقيق هدفه المتعلق فيما يخص بمعدلات التضخم. أيضا هنا نتحدث عن التوظيف، إلى أين ترى مسار الدولار ما بين يعني هذه التصريحات وأيضا عملية رفع أسعار الفائدة؟ من المبكر برأيي الشخصي وبرأيي المهني، من غير الصواب رفع الفائدة من طرف واحد في أمريكا دون وجود نمو في العالم بأكمله. هناك قضايا جدية في اليابان وأوروبا، وهناك أسباب مؤكدة للاعتقاد بأن النمو في أمريكا لا زال هامشيا بسبب التواصل والاتكال المتبادل بين دول العالم، ولا يجب على أمريكا رفع الفائدة. ليس هذا هو الوقت المناسب لهذه الخطوة. هم يجب أن يصلحوا الوضع الاقتصادي العالمي والنمو العالمي لكي يكون أو لا يقل عن 3%. قرارات قمة 20 يجب أن تطبق على الأقل على مستوى محدود، وبالتالي ليس هناك من سبب يدفعهم أو يدفعنا إلى التفاؤل. هم لا يستطيعون أن يكونوا متشددين، بل يجب عليهم أن يكونوا متساهلين. دعنا نتحدث عن المؤشرات الرئيسية في أسعار النفط خلال الفترة الحالية، والتي رأيناها تتراجع يعني خلال هذه الجلسة عقب ارتفاع وقفزة في مخزونات النفط الأمريكية. برأيك ما هي التوقعات بالنسبة للمسار المقبل لأسعار النفط خلال هذه الفترة؟ أي شيء يمكن أن يرفع النفط. حتى إيران أيضا باتت مستعدة لمناقشة احتمال تجميد مستويات الإنتاج. هذا الأمر في مصلحة الدول المنتجة للنفط في أوبك، وكذلك الدول غير الأعضاء، من مصلحة الجميع دراسة الوضع على المدى البعيد وضمان الوصول إلى تجميد في الإنتاج على الأقل. يجب أن يتفق الجميع على هذا الأمر، وهذا الأمر سيدفع النفط إلى الارتفاع فوق 50 دولارا للبرميل. طبعا الدولار ضمن سياق حالي سيضعف، هذا يعني بأن العقود الآجلة للنفط على الأرجح سترتفع. إذن بالتأكيد اجتماع الجزائر الشهر المقبل هو حدث مهم، وإذا جاءت إيران إلى المائدة وكذلك روسيا إذا انضمت إلى الإجماع،
انضمت هاتان الدولتان يجمع هذا الأمر سيدفع الأسعار الارتفاع فوق $50 وسيكون برنت طوال العام بين 50 و$55 والخام الأمريكي لا يجب أن يقل سعره عن $50. لكن دكتور سيترمان إلى أي مدى يمكن أن نأخذ تصريحات إيران هذه المرة بمحمل الجد؟ لأنه عادة ما يتم التصريح به لا يتم الالتزام به لاحقا في هذه الاجتماعات من قبل إيران. هل هذه المرة تعتبر التصريحات جدية نوعا ما من قبل إيران بأنها قد تدعم التوجهات لعملية التثبيت؟ هم جادون الآن. لماذا؟ لأن الوضع قد تغير. فعندما وقع أوباما على الصفقة هناك طبعا دونالد ترامب الذي يثير العديد من النقاط، وإذا وصل الجمهوريون إلى السلطة وفي حال فوز ترامب برئاسة أمريكا فإن المعادلة ستتغير، وهذا هو الخوف الموجود لدى إيران. إذن المصلحة على المدى البعيد إيران هي توليد الإيرادات من النفط والخروج من الحالة الذين هم فيها. هم بحاجة إلى بيع المزيد من النفط وكذلك بسعر جيد، هم بحاجة إلى هذه الأموال، وهم لا يريدون تعقيد الأوضاع وتحديدا بسبب الانتخابات الأمريكية. فما سيحصل في الانتخابات الأمريكية سوف يغير الوضع الاقتصادي أو سيترك تبعات على الوضع الاقتصادي لإيران بكل تأكيد. وشكرا جزيلا لك دكتور هافان سيترمان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة على كل هذه التفاصيل.